القيادة السياسية متمثلة بالسيد رئيس الجمهورية طبعًا. شخصياً اللي الحقيقة بصفة شخصية دايماً مهتم جداً بفكرة الرياضة وممارسة الشعب كله بكل طوائفه للرياضة، بس كان ليه تصريح من تصريحاته كان بيطالب بشكل صريح بتكوين أو بتشكيل منتخب لكرة القدم النسائية. انعكاسات التصريح ده إيه بقى؟ أنا اعتبرته أمر واجب إن أنا أعمله، وفعلاً كونت المنتخب، وإن شاء الله هيشوف إن شاء الله إن إحنا ندخل التصنيف ونبقى بإذن الله عندنا كرة محترمة. بص هقول حياتك حاجة، وفي تنمر طبعا، يعني في تنمر للكرة النسائية، وإزاي أنتوا بتلعبوا كرة نسائية مع أنها لعبة أصلا زيها زي أي لعبة تانية. وخلي بالك البنت ما تقدرش تفرض عليها لعبة، يعني ما تقدرش تقول لها تعالي لعبي كرة، لا هي حبة طبعا. هتلاقيها عندها ثقافة كروية، هي فاهمة، هي عارفة كل ده. الحاجة التانية ان الجهاز الفني لازم يكون فعلا درب كرة نسائية، هو ده اللي انا حرصت عليه، وان يبقى الجهاز الفني للمنتخب الكرة النسائية جهاز واعي دارس فاهم يعني ايه ابديتنج لكل حاجة، متطور، وفي نفس الوقت الاخلاقيات اهم حاجة. احنا كمان عندنا يعني نموذج مضيء جدا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، لاعبة كرة قدم نسائية مصرية محترفة ضمن صفوف ستوك سيتي، سارة عصام. صح كده، احنا دلوقتي بقى عندنا محمد صلاح ما يعادله نسائيا، وخصوصا هي كمان بس هي حصلت على الحذاء الذهبي مؤخرا كهدافة. أيوة. مع فريقها في الدوري الانجليزي، فدي حاجه مبشره. اكيد دي مبشره، وتم التواصل معاها، ولما كانت في مصر ايام الكورونا تواصلت معاها وقلت لها اول ما نبتدي هنبتدي نستدعيكي، فقالت لي طبعا ده يعني املي ان انا ابقى في منتخب مصر، ان شاء الله هتبقى معانا باذن الله. بس احنا بنعد اربع بطولات وديه دوليه عشان نصنف وندخل الرانك ونبقى احنا مصنفين. فاحنا لازم نلعب اربع دول علشان نبقى مصنفين، فاحنا اول ما نبتدي فتره الاعداد هي هتبقى معانا ان شاء الله. طب استاذه سحر، يعني حضرتك والقائمين على كره القدم النسائيه في مصر ناقصكم ايه للارتقاء بالمنظومه دي؟ ما هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه بقى، عملنا لجنه التطوير وقلنا لازم لجنه التطوير تبتدي تشتغل، فابتدينا فعلا انطلقنا ان احنا نوسع قاعده الانتشار، وقاعده الانتشار تتوسع عن طريق المدارس، فعملنا بروتوكول مع التربيه والتعليم. حل. ودخلنا الكره النسائيه في التربيه والتعليم، ودخل الحافز الرياضي في الاعداديه والثانويه. حل. يعني كده يعني كمان ممكن يبقى في درجات التفوق الرياضي لطالبات يعني الثانويه العامه، يعني الاب والام مش هيقولوا خساره انها تلعب لعبه مش هناخد حافز رياضي. احنا دخلنا الحافز الرياضي.